حمزة رقراقي، حسام أمعنان، ولد الحاج سلم. تنقل من مدينة بركان إلى مدينة الرباط أمر ليس بيسال، ولكن هذا هو العشق وهذا هو الحب الكبير. الطريقة، ولكن يا حسن يا أغني كان واضح على اللاعب بأنه يعني شاكك في نفسه وفي إمكانية التسجيل. بينما ركلة الجزاء الثالثة لفريق النهضة البركانية تسدد، نعم إسماعيل المقدم يسجل، المقدم يضع البركنة في المقدمة. الفاسي في هذه اللحظات يقدم 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 سيدريك لتنفيذ ركلة الجزاء قد تكون الأخيرة يا سمير يا القزاز. التاريخ يكتب، التاريخ يكتب هنا في الرباط. البراكنة قريبون والكاس قريبة، هناك تنادي البرتقالي باكر. أوه يا باكر أسلم بجنون، يتقدم يسجل ويبقي الأمل لفريق الوداد الفاسي مرة أخرى. كل بركانية حكم يعطي الإشارة، عزيز يتقدم، عزيز هو اللقب، اللقب الأول للنهضة البركانية في